أيضا في الشق الثاني من هذا السؤال تقول هذه الأخت أنها تعمل في مجال الخياطة في المنزل وزوجها لا يحب ذلك، قال لها أنه لا يريدها أن تعمل ذلك لأنه ليس مقصرا معها في شيء وهي تخيط من دون علمه، هل هي آثمة؟ نعم، لأنها عصته، عصت زوجها، ومعصية الزوج محرمة إلا بحق. نعم.